فرعون التعاقب بين مصر والسودان. أعد لكم حلقة اليوم الزميلة إيمان تاريخ يقرأها مهند ضيف. للسلامة الأعزاء، تهتم الدولة خلال المرحلة المقبلة بتطوير محافظة أسوان التي يجرى إعدادها لتكون قاعدة انطلاق مصر إلى أفريقيا، وذلك بتنفيذ بنية أساسية جاذبة للاستثمار، حيث يجرى التخطيط لإنشاء ثلاث مناطق صناعية في امتداد الشرقي لمدينة أسوان على طريق العلاقي، وذلك لاستثمار الثروات التعدينية المتوافرة باحتياطيات هائلة. كما يتم تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية التي تضم مصانع لإنتاج الصناعات الغذائية والكيماوية باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه.